مين؟ رب الأسباب. عشان كده لما الله عز وجل يشوف قلبك منكسر، فاكرين يوم عارفة لما قلنا خلي ربنا يشوفك وانت منكسر قوي وانت عمال تدعي وكذا، فيرى يعني الذلة منك فيرفعك ويعزك. ده قانون ربنا، اتذل لله، الذلة لله واحد، يعزك ربنا دنيا وآخرة. فلو انت عايز بقى حاجتك تقضى، السر الأولاني ايه؟ وقف على باب ربنا، وقف على باب ربنا بقلب منيب، قول له أتيتك ربي بقلب منيب. هو القلب ده على طول يرجع، أنا برجع لك على طول. مهما كنت مقصر، مهما كنت مذنب، مهما كنت غافل، وانت واقف على باب ربنا وأنبت إليه هيكبر بخاطرك. ليه؟ الله عز وجل حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يده وكذا ويقول يا رب يا رب اعتدي يا رب يا رب، أن يرد يده صفرا خائبا. لازم يحط لك، لازم يستجيب لك الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة أعمال قلبية ينفع نتعود عليها، ينفع ينفع عملي قلبي يقول كذا بس ساعات ببقى قلقان وكده، استغفر وعود وثق في الله عز وجل إن أنا بتوكل عليه، بخلت بقلبي إليه. طيب تاني سر، عشان أنا عارفة أن أنا هرغي كتير وعش عايزة أطول عليكم النهاردة ونفتح مجلة صلاة. تاني سر بسيط جدا، اقضي حاجات الناس. لما حد يجي يقصدك في حاجه ما تردوش، اقضي حاجات الناس. لما حد يجي عشمان فيك في حاجه يقول لك انا عشمان فيا. لما مش فاكره مين من الائمه رواه الحديث راحوا ياخدوا حديث في بلد بعيده جدا جدا بعد مش عارفه كم شهر عبال ما وصل للراجل عشان عنده حديث واحد عن النبي عليه الصلاه والسلام. والراجل جاله واحد وعارف انه جاي الواحد ياخد حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، فلان ده قال انه سمع النبي بيقوله جاي ياخد الروايه من اللي قاله. شوفوا شوفوا دقتهم في انه ينقلوا الحديث. فلقى الراجل انشغل عنه وقعد يعمل ايه؟ يسقي كلب. بيسقي كلب وياكله ويعمله والكلام ده، وانشغل عنه. وبعد ما خلص والكلب مشي وبتاع، راح قال له لعلك عجبت، لعلك تعجبت يعني او استنكرت عليا ان انا سبتك وانت جاي من على سفر وقعدت الكلب. فسكت الراجل، يعني أنا جاي من على سفر رحب بيه يا عم ولا عمل لي أي حاجة، أنا جاي كذا وجاي علشان حديث النبي. قال له، شرح له ليه بقى ليه، وده يعلمنا إن لما اللي قدامك يظن فيك ظن يا عم وضح له وتقول له وجهة نظرك، قول له أنت عملت كده ليه، عشان مش ده راجل قال لي شوف بيعمل إيه، ده ما عندوش سوء، ده ما لا لا لا. قال له الأرض بتاعتنا اللي احنا فيها دي، المكان ده والبيئة دي والقرية دي، ما احناش بيئة فيها كلاب كتير، ما فيهاش كلاب. فكون ان هو جاي لي، يبقى جاي لي من ارض بعيده وجاي قصدني وجاي عطشان وجاي كذا، فما حبيتش ان انا اخذله. شوفوا المعنى. فبيقول لك خدت منه الحديث وانا ليه، راجل راعى. بيقول لك اللي يراعي اصلا خواطر الناس وجبر الناس وكذا ده حيوان اهو، شوف عمل فيه. اللي يجي لك وقصدك في حاجه وعشمان فيك ما تردوش، ما تردوش، اعمل قدر الاستطاعه. خير من عبادة من اعتكافي في مسجدي هذا شهر. سيدنا عبد الله بن عباس قال كده عن النبي عليه الصلاة، اللي يقضي حاجة يقطع الاعتكاف يروح يقضي الحاجة ليه؟ قال له أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال كده. وحديث برضو عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، من كان في حاجة أخيه احفظه كان الله في حاجته. اللي بيقضي حاجة أخيه ربنا بيقضي حاجته. سر قضاء الحاجات انك تقضي حاجه الغير. واللي يفرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه وما اعظمها من تفريجه. واللي بيستر مسلم في الدنيا يستره الله يوم القيامه. قضاء الحاجات يعني ايه؟ يعني انك تسعى على قد المستطاع. جبرته حاولت وكذا الله سبحانه وتعالى يقضي لك حاجه. خلينا في الاثنين بتوع النهارده نعملهم ونحاول نفعلهم معانا ومع نفسنا ومع اولادنا ومع البيئه اللي حوالينا. وهسمع منكم ان شاء الله الاربع الجاي الناس اللي عملوا كده، وهنفتح اتصالات للناس اللي شاركت في حاجه زي كده.